أهلا بكم من جديد مشاهدينا مستمرون في هذه التغطية. في الساعة الأخيرة حركة حماس تقول إن قرار مجلس الأمن حول زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خطوة غير كافية، ومصادر عسكرية إسرائيلية تقول أن إسرائيل تستعد لتخفيض وتيرة الاجتياح البري في غزة خلال الأسابيع القادمة، وشهداء أو قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وتقرير يشير إلى أن الهدف الذي هاجمته الفصائل الموالية لإيران في البحر الأبيض المتوسط هو منصة كريش. نناقش كل هذا بعد قليل. وأبدأ من قطاع غزة مع الصحفي المختص في الشؤون الفلسطينية سهيل ناصر الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. سهيل، في بداية هذا النهار فقدنا الاتصال بك، بداية هل أنت بخير؟ حتى اللحظة قصف عنيف كان في المنطقة التي كنا متواجدين فيها في جنوب قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح. نعم. القصف الإسرائيلي لم يتوقف في تلك المنطقة، إضافة إلى ذلك أيضا الاشتباكات انتقلت من المناطق الشرقية لخان يونس إلى المناطق الشرقية أيضا لمدينة رفح، وهذا الأمر كان ممهدا له خلال الأيام السابقة. إضافة إلى ذلك يعني اليوم خان يونس والمناطق الجنوبية من خان يونس ومدينة رفح بهذه المنطقة يعني كانت لها نصيب الأسد اليوم من القصف الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك أيضا المناطق الأخرى كالنصيرات أيضا كان هناك قصف من الطائرات الحربية وقصف من المدفع في مدينة أو في مخيم البرج. الجيش الإسرائيلي اليوم نشر أو وزع منشورات من خلال أفقطها من خلال الطائرة على مخيم البرج بضرورة إخلاء المخيم والتوجه إلى منطقة الوسطى دير البلح. هناك الآلاف المؤلفة من السكان الذين نزحوا من مدينة غزة وسكنوا أو يعني توجهوا إلى البريج، والآن يبحثون والآن بدأوا يتنقلون بالفعل منذ الساعات الماضية إلى منطقة الوسطى أيضا والبحث عن أي مكان، مع العلم أن المناطق الجنوبية والمناطق الوسطى هي مزدحمة بشكل لا يتخيل العقل. أكثر من 2 مليون مواطن أو ربما أقل بقليل يتواجدون في بقعة سكنية صغيرة، مع العلم أن المناطق الشرقية هي مناطق اشتباكات على طول المناطق الشرقية، وبالتالي هناك حالة من الضغط على السكان نفسيا وكل أنواع الضغط هي تمارس على السكان داخل قطاع غزة. الأمور في غاية الصعوبة وتزداد يوما بعد يوم، واضح بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستثمر هذا الأمر من خلال استهداف المواطنين واستهداف المنازل. يعني قبل قليل كان هناك استهداف لمنزل صحفي أيضا في منطقة الوسطى وتحديدا في النصيرات، عودة مرة أخرى للقصف أيضا من الطائرات الحربية والبوارج الحربية. هناك بالمناسبة أثيل أن مواطنين يسكنون على الشاطئ رغم البرد ورغم الشتاء، ولكن مواطنين يسكنون على الشاطئ لأن لا يوجد مكان، لا يوجد أماكن، وبالتالي هم يعني استخدموا الأدوات البدائية كأكياس النايلون وغيرها للتغطية وللبكوث بشكل أو بآخر، البحث عن أي مكان ربما يقيهم من المبيت في الشارع. ولكن الزواخر الحربية الإسرائيلية استهدفت الشاطئ من منطقة النصيرات حتى وصولا إلى دير البلح، وبالتالي أيضا هرب السكان من تلك المنطقة أو من نزح ومن هم متواجدين في تلك المنطقة للبحث عن مكان آمن. وللأسف كل بيت في قطاع غزة يوجد به العشرات من السكان. يعني أحد الأصدقاء تحدث لي بأنه في منزله في شقتين مساحة كل شقة 100 متر يوجد 350 شخص، لك أن تتخيل طبيعة الحياة في شقتين بمساحة 100 متر كيف سوف تكون طبيعة هذه الحياة وشكل هذه الحياة ل 350 طفل من النساء، وبالتالي من النساء وأطفال وشيوخ وكبار سن وشباب وما إلى ذلك. تخيلي لو كان هناك استهدافا لطائرة حربية إسرائيلية لمنزل
المساحة الصغيرة لقطاع غزة تتأثر بشكل كبير، وبالتالي الاستهداف لمنزل الاستهداف ينتشر للمنازل المقابلة أو مجاورة، وبالتالي يكون هناك أعداد كبيرة من الشهداء، وهذا ما يحدث للأسف في المناطق الجنوبية. والآن بدأ عملية الضغط منطقة البريجيا ما بعد وادي غزة، وبالتالي هذه المنطقة التي من بداية الحرب الجيش الإسرائيلي قال بأنه السكان يجب أن يتوجهوا هناك، والآن ما بعد وادي غزة يطلب من السكان التوجه إلى المناطق الوسطى، ويطلب سهيل يعني المناطق الشرقية لخان يونس التوجه إلى رفح. نعم، وبسبب كل هذه الظروف التي تصفها لنا حركة حماس كما أشرنا في بداية هذه التغطية، تقول أن قرار مجلس الأمن حول زيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع يعني خطوة غير كافية. هذا بكل تأكيد أثيل. ما يحدث الآن في الميدان يعقد الأمور أكثر. موضوع توزيع المساعدات وزيادة حجم المساعدات هذا يعطي إشارة بأن الحرب ستطول أكثر من ذلك. وبالتالي هذا الأمر أن يكون هناك توزيع مساعدات وغذاء لأموات مع وقف التنفيذ أو من هم تبقوا أحياء، وبالتالي هذا أمر مرهق. الكثير من القصص المأساوية والإعدامات هناك في مدينة غزة ممن يحاولون النزوح للمناطق الجنوبية، مع العلم أنه لا يوجد مكان آمن. الجنوبية والوسطى أصبحت كما غزة والشمال، تحدثوا بأن الشوارع في مدينة غزة وتحديدا في المناطق الغربية ومنطقة الشيخ رضوان والجلاء هناك جثث ملقاة على الأرض، وهناك إعدامات يعني رأوها بأم عينهم، وبالتالي الأمور في غزة لا يوجد تغطية إعلامية، وبالتالي هناك يعني كوارث ترتكب للأسف في كافة المناطق ليس فقط في مدينة غزة. ابقى معي سهيل، أعود إليك بعد قليل. دعني أنتقل إلى مراسلنا عمر ربيع المتواجد في مدينة أجدود. عمر، صف لنا صورة الوضع حتى اللحظة ومنذ صباح هذا اليوم. يمكن أن نقول بشكل واضح أن الهدوء يعم المنطقة أو يعم كل المناطق في إسرائيل الجنوبية ووسط إسرائيل تحديدا، لم يكن هناك أي صافرات إنذار، وأيضا لديك في منطقة غلاف غزة. صف لنا هذه الأوضاع وإلى ماذا تشير؟ نعم يا أسيل، إذن في هذا اليوم 77 من هذه الحرب لم يكن هناك أي صافرات إنذار في إسرائيل، وخصوصا في منطقة الغلاف والجنوب، وهذا دليل على أنه لم يكن هناك أي رشقات من القذائف من قطاع غزة نحو هذه الأراضي. هناك طبعا علامات استفهام على القدرة الصاروخية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعدما يعني وسعت إسرائيل نطاق العملية البرية، ولكن في كل مرة يقال هذا الأمر يعني نتفاجأ أو تفاجأ إسرائيل بالأحرى بأنه يكون هناك إطلاق قذائف. على العموم نريد أن نشير إلى أنه في هذا اليوم أعلنت إسرائيل مقتل عسكريين في المعارك داخل القطاع، ضابط برتبة ملازم أول في وحدة 669 وهي وحدة كوماندوز خاصة تابعة لسلاح الجو، تعنى بتخليص المصابين، قتل في شمال قطاع غزة، ومجند آخر في لواء الهندسة قتل في الجنوب. النشاطات الإسرائيلية اقتصر يعني عمت هي كل منطقة قطاع غزة، ولكن بالتحديد في البلدة القديمة في خان يونس، أيضا جحر الديك إضافة إلى مخيم الشاطئ. في خان يونس الجيش الإسرائيلي دمر منزلا لشقيقة محمد الضيف وهو القائد العام لكتائب القسام، بعدما عثر هناك على بطاقة أو صورة لبطاقة الهوية الفلسطينية له، وأيضا عين نفق في ساحة المنزل. كل هذا كان أسيل. أما ما سيكون في المستقبل فيتوقع أن يتم توسعة رقعة العملية البرية لتشمل مناطق جديدة في خان يونس جنوب القطاع، وأيضا في مخيمات الوسطى، خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي على الرغم من أن عمر قبل قليل صدرت تصريحات وأنباء من مصادر عسكرية إسرائيلية تقول أن هناك احتمال لتخفيض وتيرة الاجتياح البري الإسرائيلي في غزة خلال الأسابيع القادمة. إذن هناك تناقض بعض الشيء في التصريحات.
يجب أن نشير إلى أن إسرائيل تعول على نهاية شهر تشرين الثاني أو عفوا كانون الثاني يناير من أجل الانتقال من القتال القوي كما هو الحال اليوم إلى يعني قتال على وتيرة أخف، بمعنى أن يكون هناك مداهمات محددة وخاطفة، ولكن ليس في على مستوى أسبوعين بل أن الأمر يحتاج إلى شهر على أقل تعديل. أسيل، نريد أن نشير إلى أن إسرائيل أيضا أهابت بسكان يعني الزهراء ومنطقة البريج في الوسطى. نعم عمر. إلى الانتقال. نعم. إلى دير البلح. نعم. ونريد أيضا على عجالة أن كل هذا الأمر جاء بجملة. فيما يقول الجيش الإسرائيلي أنه يقترب من سيطرة كاملة على منطقة شمال قطاع غزة. شكرا عمر على كافة هذه التوضيحات. عمر ربيع مراسلنا، شكرا لك جزيل الشكر. أتحول إلى مراسلتنا إسراء الزير المتواجدة في الشمال الإسرائيلي وقرب الحدود مع لبنان تحديدا. إسراء مرحبا بك معنا من جديد. يعني كما أشرنا منذ صباح اليوم هناك استهدافات كثيرة وتصعيد بحسب ما يرى البعض في الجبهة الشمالية، وأيضا هناك أنباء تشير إلى أن المسيرة التي اخترقت الأجواء والتي كشف عنها الأسبوع الماضي استهدفت منشآت الغاز الإسرائيلية وتحديدا كاريش. الجيش الإسرائيلي لم يؤكد هذا، ولكن من الواضح أن هناك خطوات تصعيدية في الجبهة الشمالية. بطبيعة الحال زميلتي كافة المستجدات، هنالك مشكلة تقنية وأسمع نفسي في هذا. إذن بطبيعة الحال زميلتي كافة المستجدات نزلت المشكلة على حالها. هل تسمعين إسراء؟ يمكننا أن أقول أنه كما تفضلت، نعم كافة المستجدات في الأيام الماضية والأسابيع أيضا الماضية تشي بأن الأمور متجهة إلى مزيد من الخطورة. بالمقابل أيضا المقاومة الإسلامية بشكل عام في المنطقة الجنوبية من لبنان قامت في الأيام القليلة الماضية وخلال هذا اليوم من تصعيد استهدافاتها ردا على استهداف المدنيين، وأيضا هنالك تحليق كثيف للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي وأيضا الأمريكي عند الساحل اللبناني وصولا للساحل السوري. هنالك تأهب في أعلى وتيرة له عند المنطقة الشمالية وأيضا في الجنوب اللبناني الذي كان اليوم عرضة للعديد من الغارات الإسرائيلية، وهذه الكثافة النارية التي تتلقاها الجنوب اللبناني ما هي إلا رد إسرائيلي على كافة الاستهدافات اللبنانية التي طالت العديد من المواقع الإسرائيلية في المنطقة المحاذية للحدود مع لبنان. ويبقى السؤال زميلتي كما تفضلنا في تغطيات سابقة حول مصير العملية العسكرية، هل ستبقى إسرائيل راضخة للإدارة الأمريكية بالتوقف وأخذ ربما الحيطة والحذر قبل الدخول عسكريا باتجاه الجنوب اللبناني في محاولة لإبعاد الحزب إلى ما بعد نهر الليطاني؟ الإدارة الأمريكية لا تريد بشكل أو بآخر أن تقود المنطقة إلى حرب إقليمية، يكفي جبهة واحدة وهي جبهة الجنوب مع غزة، إلا أن ما يحدث في المنطقة الشمالية بطبيعة الحال حرب، إلا أن جبهة الشمال هي جبهة إشغال وإرباك ومساندة لما يحدث في قطاع غزة، فلا حزب الله أيضا ربما قدراته العسكرية والصاروخية لم تصل كما هدد ووعد أيضا اليوم أحد جنوده الميدانيين في لقاء صحفي معه، قال أنهم يملكون من القوة الصاروخية التي ممكن أن تصل إلى ما بعد حيفا، وأنهم ما زالوا في مركز المتفوق في هذه الحرب ويمسكون زمام الأمور والمبادرة. نعم إسراء شكرا لك على كافة هذه المعلومات والإيضاحات، حدثتني من الحدود الشمالية. أرحب بضيفي عبر سكايب دكتور موشي العاد، كولونيل الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ومحاضر في كلية الجليل الغربي. مرحبا بك دكتور موشي. دكتور موشي، لنبدأ مع الجبهة الشمالية كما تحدثنا الآن مع إسراء، يعني هناك أنباء كثيرة وتطورات كثيرة في الجبهة. أيضا اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالات لمنع نشوب حرب أكثر توسعا في المنطقة، كيف تقرأ كل هذه التطورات هناك؟ ولا جانب من الجانبين لا الإسرائيلي ولا اللبناني يريد حاليا بتوسيع المعركة إلى حرب كامل. وطبعا الولايات المتحدة لم تريد بأي أزمة جديدة في المنطقة بالإضافة إلى أزمة بالجنوب، فلذلك أعتقد أن الوضع حاليا أنا وصفته
حرب استنزاف، معناته يعني في معادلة وكل جانب يعني يكون بردود أفعال خاصة بهذه المعادلة لم يفيد حدا. إسرائيل إلى هدف كبير أكثر من حزب الله، وهو إعادة 70,000 ساكن إلى المستوطنات في شمال إسرائيل الذين هم غادروا بيوتهم وما عندهم علم بالنسبة للموعد العائدة. فلذلك في ضغوط قوية من قبل هؤلاء. فإسرائيل أعلنت أن بعد المعركة في غزة سوف ستفتح معركة جديدة في الشمال إذا حزب الله مش راح ينسحب إلى بعض الليتاني يعني. وهل تعتقد أن انسحاب حزب الله لما بعد الليتاني بحسب الاتفاق يمكن أن يحدث؟ هل هذا وارد أصلا؟ هناك يعني هناك ضغط قوي من قبل دول أوروبا خاصة فرنسا، وأعتقد أن هناك ضغوط كمان من الأمم المتحدة، لأنه أي واحد من هؤلاء اللي ذكرتهم لم يريد بالتوسيع المعركة، ولكن بالنسبة لإسرائيل هذا مش راح يضل زي هو موجود اليوم. يعني إسرائيل مفروض تعمل شيء عشان تعيد كل 70,000 شخص إلى بيوتهم، وهذا مش معقول أن يضل زي هيك يعني لبعد فترة معينة. فلذلك أعتقد أن على سبيل الدبلوماسي والسياسي يبذلوا كل الجهود، جهود جبارة لمنع معركة جديدة. ولكن إسرائيل أعلنت إذا هذا راح يفشل فلاش بد من معركة جديدة في الشمال. نعم دكتور موشي، أيضا حول كل هذه التصريحات والأنباء المتضاربة حول المسيرة التي أطلقها حزب الله والتي كشف عنها قبل أسبوع، اليوم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري رفض بأن يقول إلى أين توجهت هذه المسيرة، بينما تشير مصادر عسكرية إلى أن هذه المسيرة استهدفت منشآت غاز إسرائيلية وتحديدا كريش. مضبوط، هذا من ناحية إسرائيل يعتبر استهداف استراتيجي. إسرائيل مش راح تسمح استهداف زي هذا إذا كان. وأعتقد أن كل هذا طبعا نستطيع أن نضيفه إلى الأسباب ليش إسرائيل يجب أن يعني تفتح معركة جديدة ليفهموا في جنوب لبنان أو في لبنان أن الأوضاع هون أوضاع جدية، وإسرائيل مش راح تشترك في حرب استنزاف لمدة سنوات، ونحن مستعدين ونقوم بعمل مشترك من قبل الجمهور. ولكن الإسرائيل. لماذا لم يكشف هاجاري هذا الأمر المتحدث باسم الجيش؟ هل تعتقد أن إسرائيل تحاول تهدئة الأمور لأنها تخشى من دخول حرب أكثر عمقا مع حزب الله؟ لا، أعتقد أن إسرائيل لا تحشى طبعاً، وإسرائيل وهاجاري لم يقول كل المعلومات اللي عنده طبعاً. فلذلك أعتقد أن يمكن في التصريحات المقبلة فنسمع أكثر من المعلومات بالنسبة للمقترحات من قبل دول أوروبا بالنسبة للمستقبل. ولكن أقول لك بشكل مختصر، يعني الموضوع الحرب الكامل زي في قطاع غزة في شمال إسرائيل هو موجود كل الوقت على طاولة على جدول العمل. نعم دكتور موشي، باقتضاب لو سمحت، هل تعتقد أننا بتنا قريبين من المرحلة المقبلة من الحرب؟ هناك أحاديث عن دخول المرحلة التي تسمى المرحلة الثالثة من هذه الحرب، وأيضا يعني هناك تصريحات متناقضة، أيضا أحاديث تجري عن توسيع العملية البرية، بالمقابل تصريحات تقول أن الجيش على العكس يريد تقليص العملية البرية والتراجع قليلا. ما الذي تعتقده في المرحلة المقبلة؟ في مشكلة واحدة الحقيقة، أن إسرائيل تريد من ناحية أن قضية المخطوفين تنحل ويعودوا إلى أهلهم في إسرائيل، من ناحية ثانية
إسرائيل أعلنت بشكل واضح أن إلقاء يعني القبض على رؤساء حماس وتصفية وتدمير حماس بشكل كامل لمن يرجع إلى هذه المنطقة. فهناك في تناقض، ليش؟ لأنه لم نستطيع أن نكمل المشوار ونهاية المطاف حتى نعرف وين المخطوفين موجودين لمن نقوم لا سمح الله بقتل المخطوفين. مثلا المعلومات اللي عندنا تشير أن سينوار ومروان عيسى ومحمد ديف حوالهم حماية بشرية من المخطوفين، فهذا لازم يعطينا يعني ضوء أخضر بالنسبة للمستقبل. أعتقد أن القوات الخاصة التي توجد اليوم وتتواجد اليوم في منطقة خان يونس ودير البلا ورفح، المهم طبعا التوصل إلى كل الرؤساء تبع القادة تبع حماس دون الماس بالمخطوفين. هذه الهدف الأول من كل الأهداف التي تتنفس حاليا. فلذلك احنا طبعا يعني نفكر على كيف يعني نسويها. يعني إسرائيل مش راح تقوم بكل الأعمال، لا. إسرائيل غيرت السيرة اللي تمشي فيها، والسيرة هي أن يصلوا إلى رؤساء حماس حتى دون غارات جوية ودون غارات من البحر، إلا بمشاة وبوحدات خاصة التي تتواجد هناك. دكتور موشاء العاد، كولونيل الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ومحاضر في كلية الجيل الغربي، شكرا لك على كل هذه المعلومات. أعود إليك سهيل. يعني سهيل، تصريحات كثيرة اليوم وردت من الجانب الإسرائيلي، خاصة من يوآف جالنت وزير الأمن الإسرائيلي، قال أن مقتل يحيى السنوار بات قريبا. كيف تعاقب على هذا؟ يعني هذه التصريح أنا تحدثت في مداخلات سابقة بأن في الوقت الذي يتم الحديث عنه عن اقتراب أو الاجتماعات في القاهرة للحديث عن صفقة وعن هدنة وكل ما إلى ذلك، سنسمع الكثير من التصريحات من قبل الجانبين الإسرائيلي أيضا والفلسطيني، وبالتالي هذا يأتي في إطار أيضا الضغط على حركة حماس وعلى الفصائل الفلسطينية، ولكن تحديدا على حركة حماس، باعتبار أن المكتب السياسي أو المجلس العسكري داخل قطاع غزة أرسل رسالة من خلال أبو عبيدة ناطق باسم كتاب القسام يوم أمس، وقال بشكل واضح بأن لا يوجد حديث عن أي من الأسرى المختطفين لدى حماس إلا قبل أن يكون هناك وقف إطلاق النار شامل داخل قطاع غزة، ومن ثم يتم الحديث عن طبيعة التعامل مع الأسرى لدى حركة حماس. وبالتالي هذا يأتي في إطار الضغط وفي إطار التصريحات بأن هناك قوة خاصة وأن هناك قوات متخصصة بعملية البحث والكشف أيضا عن الأسرى والقيادات. وبالتالي شكرا لك سهيل. للأسف لم يتبقى لي الوقت. شكرا لك جزيل الشكر سهيل ناصر، الصحفي المختص بالشؤون الفلسطينية، على كافة هذه المعلومات. قبل الختام، مشاهدين نشاهد هذا التقرير حول آدم بريما، لاجئ سوداني هرب من الموت في بلاده ليلقى الموت أيضا في 7 أكتوبر على أيدي حماس. المزيد عن قصة هذا الشاب في التقرير التالي. الهروب من الموت إلى الموت، تلك قصة آدم بريما، لاجئ سوداني هرب من الحرب في دارفور ليقتل في إسرائيل. المؤسف أكثر أنه آدم هرب من جحيم الجرائم، في يعني نفس الجرائم اللي حصلت في دارفور، هو هرب لكي يكون آمن في دولة إسرائيل ووجد مقتله في دولة إسرائيل. رغم مقتله في 7 أكتوبر، إلا أن الخبر ظل في طي الكتمان حتى يتم إبلاغ والدته التي تعيش في معسكر النزوح في دارفور بالسودان، واستغرق الوصول إليها شهرا كاملا بسبب الحرب التي تدور هناك. وشفنا يعني أنا شفت وقع الخبر على والدته لما جينا نكلمها إنه للأسف تم قتل ابنك، ردد الفعل كانت صعب إنه زول يتحمله. يعني بس أنت تخيل إنه أم تفقد زوجها وتفقد أخوانها، يعني آدم عنده أمامه وخيلانه برضو تم قتلهم في دارفور. معاناة آدم لم تنتهي حتى بعد مقتله في هجوم 7 أكتوبر،
فالسلطات الإسرائيلية لم تعترف به كضحية عمل إرهابي. سياسة دولة إسرائيل يعني ما تغيرت اتجاه آدم، حتى وهو قتل وهو المفروض يكون تحت حماية دولة إسرائيل كلاجئ. بعد مقتله نحن كمنظمة حيس اتوجهنا للجهات الرسمية بتاعت الدولة بأنه يعترفوا بآدم كضحية جريمة إرهاب في إسرائيل، لأنه الضحايا بتاع جرائم الإرهاب في 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 إسرائيل لأسرهم بحق التعويض. شخص قتل في هذه الكارثة الكبرى التي نعيشها جميعا، كيف يعقل أننا لا نعترف بحقه؟ كيف يعقل أننا لا نمنح أموال التأمين الوطني؟ كيف يعقل أنه من الممكن أن يضطر مجتمعه إلى التسول من مؤسسات الدولة للاعتراف به كضحية لتثبيت حقوقه؟ بعد رفض الدولة الاعتراف بحق أسرة آدم في الحصول على تعويضات أسوة بعائلات الضحايا الإسرائيليين، تبنت منظمة هيس القضية. منذ بداية العمل ونحن نساعد ضحايا مأساة 7 أكتوبر مثل آدم، حيث أننا نساعد على الاعتراف بهم كضحايا لأجل أن تحصل أسرهم على التعويض. هرب من الموت في دارفور عام 2003 ليعيش حياة اللجوء في إسرائيل. لم يكن يدري آدم بريمة بأن الموت يتربص به حتى وإن ابتعد عن دارفور بآلاف الأميال. عبد الكريم الطيناوي، I24 نيوز، تل أبيب. ومن هذه القصة المأساوية نصل مشاهدينا إلى ختام هذه التغطية. شكرا لكم مراسلونا على كل ما أفدتمونا به منذ صباح اليوم وحتى اللحظة، وشكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. تابعونا يوميا مع استمرار هذه التغطيات. دمتم بخير وإلى اللقاء.